مشتورة من الإخوان زي قلب الحدث كيوم أقوى ضد بجمعة في مدينة خاركوف الأوكرانية. مش نسنم مرة ومش نسنشين أنه نهارا تغذين إجن قصف زي إبذاء يعني إرحاب من طرف روسيا على أوكرانيا. يبدا غياب عن الصباح وقنغذي حاليا أقنغذي محطة المترو ونكيتيد استعملي في أوكرانيا كملجأ يعني فانديسي وذان زي القصف زي القصف الروسي ديني ملاجئ أخرى يعني أزيد من 70 ملجأ بمدينة خاركوف بالإضافة إلى محطة المترو تينا مرة يوذان وقي من بوذي ثوذرين مرة فغن باشان أذكى من داني كتير احتياطا زيشان القاصف نخشان حاشث باشا وطغيمين بو ذي ثوذري. إذا مشت ورم الإخوان يحنجاني مزيانا تمغارين ذي السورة ذي كوشي ذاني كيتي ديمون ذي محطة المترو مشكين اختوارم ذي المشاهد المؤلمة والسبب الناس هي ذي الرحاب نهارا نشين نتعيش إجن الأزمة واحتمال أنه أتماني تدور أزمة عالمية لأنه تهديد لأوروبا من طرف روسيا وما مش زريم أنه تونزريش تصريح زي الرئيس أوكرانيا أنه صرح لجميع مواطنين وجميع الشباب باش انضمن الجيش الأوكراني أذحارب ضد نهار طويق التصريح باش انضمن أذحارب يعني القصف إذا تعانى القصف الروسي. إذا ومشت ورم ذلك ذي المشاهدة الأغلبية ذلك تتم غارين وها ميمي لأن الشباب ذين وتغيين تجنيد مرة نضمن غار عسكر باش تحارب لأنها قضية وطنية ونشين في الحقيقة كمغاربة ذلك تيد تغا نتصل زي مش نسقى نتصل زي السفارة ولكن مع الأسف السفارة ربما مستقبلا أذن تيري شان طيارة ولكن أتيري بمدينة كييف يعني ذي العاصمة وها خصا أتصفام غا العاصمة نشين باش نسافر غا العاصمة يستحال في هذه اللحظة يعني في هذه اللحظة أو في هذه اللحظات أننا يعني أنسفر غا العاصمة ميمي لأنه وسائل النقل الوطنية والو ذي الصعافينا وسائل النقل الوطنية والو مش غث قذة توضغ كيف باش تراجيه لعل وعسى أتشن تيار المغرب أتعقب الجامعة قبر تغوى ذن غريق نشا رخو أمي ذن غرقنت أقا ما يمكنش أنستفد يعني سميت قا السفارة ضروري نذيري شان الحل غزاف أمو نتمنى الشين مرة كمغاربة ونتعيش اللحظات التاريخية ربما تنبؤ على الحرب العالمية الثالثة وتينا المشاهد إذا ومتنشانا زي قلب الحدث زي مدينة خاركوف رخو أنقيم ذلك تجنى نغ أنفغ إلا لأسباب الضرورة إما يمشى نغ مهم لأسباب الضرورة والجيش أقا يحظى غثواث يعني يحظى المخابئ أثينا ويحظى المحطة المترو لأنه مستعملة كملاجئ المواطنين الأوكران. إذا الإخوان تشكني وقل لحظة يا ثاني كتير أتزام المشاهد إحجاني مزيانا تمغارين المواطنين الأوكرانيين مرة مش قيما مع الأسف والإخوان أتكيو من عقب مرة أخرى وكيو من قيم دي المستجدات دائما ونشكرك أنكم يعني
راه كني سحسي في ماكينه كسي ما كاين غمنوس اذن جانشين كمغاربه ذي اوكرانيا. تشكرك نيو مره وتشكرك نيو باسمهم جميعا، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا هذه رجل الخبار يسبح وقا كن وقا نغكيوم ذي المستجدات. السلام عليكم.